دفعت تجربة التمرد الأخيرة التي قادها رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إلى التساؤل عن مدى قوة النظام السياسي الروسي ومتانة الجبهة الداخلية، لا سيما وأن العلاقة بين الرئيس فلاديمير بوتين وبريغوجين بقيت وثيقة إلى عهد قريب حتى عكرتها تبعات حرب أوكرانيا. ومع أن محاولة التمرد انتهت بخروج عناصر فاغنر بوساطة بيلاروسيا دون أن تحدث مواجهات دامية مع المؤسسة العسكرية، إلا أنها سلطت الضوء على صلاحيات المؤسسة العسكرية وتركيبتها وخطوط السلطة بينها وبين مؤسسة الرئاسة بقيادة بوتين وموقع الكيانات العسكرية غير النظامية أو شبه النظامية من هذه التركيبة ككل. من المعروف أنه وبموجب الدستور الحالي لروسيا الاتحادية فإن الرئيس يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة التي تندرج تحتها صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجو فضائية بحسب المسمى الروسي. إلى جانب القائد العام يأتي منصب وزير الدفاع الذي يلعب دوراً إدارياً في تنظيم الجيش من الناحية النظرية، إلا أن وزير الدفاع الحالي سيرغي شويغو يمتلك سلطة تنفيذية كبيرة على الجيش والقوات المسلحة تزاحم صلاحيات رئيس الأركان. لكن يفترض برئاسة الأركان أن تكون هي القيادة الرئيسة بصلاحيات إجرائية وميدانية أكبر من وزارة الدفاع، إلا أن الدور الحالي للأركان بات يختزل أو يختزل ضمن إحدى إدارات وزارة الدفاع وهي شعبة التخطيط الاستراتيجي، أي إنها خاضعة عملياً لسلطة وزير الدفاع. هذا من الناحية النظرية أو التنظيمية لتركيبة المؤسسة العسكرية. أما من الناحية التصنيفية فتنقسم أجهزة القوات العاملة إلى القوات التقليدية البرية والبحرية والجوية، لكن هناك هياكل عسكرية منفصلة مستقلة بذاتها في الحالة الروسية. من بين هذه الهياكل يأتي جهاز الصواريخ الاستراتيجية الذي يختص بالأسلحة الهجومية في حالة الحرب النووية ولا يمتلك صلاحية استخدامها سوى الرئيس الروسي الذي تحصر بيده صلاحيات استخدامها فقط بناء على تقديره للتهديدات من قبل العدو. كما تستقل قوات العمليات الخاصة بجهاز خاص فيها منذ عام 2012 تضم قوات النخبة وصفوتها. توكل للقوات الخاصة مهام التدخل خلف خطوط العدو والتخلص من الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية لحماية مصالح روسيا. يذكر أن القوات الخاصة كانت جزءاً من إدارة المخابرات الرئيسية الروسية GRU وانفصلت عنها بموجب إصلاح شمل المؤسسة العسكرية والأمنية في 2008، وقد خصها الرئيس بوتين بمرسوم يقضي باعتبار يوم 27 من فبراير يوماً للقوات الخاصة. أما بالنسبة لإدارة المخابرات فتتبع لهيئة الأركان وبالتالي لوزير الدفاع في الحالة الروسية، وهي تعتبر من أكبر وكالات الاستخبارات في البلاد مقارنة بالوكالات الأمنية والاستخبارية الأخرى التي تدور معظمها في فلك الرئيس بوتين. بعد التقرير نسأل ضيفتنا عن تأثير أزمة فاغنر على هذه التركيبة الأمنية والعسكرية المعقدة في روسيا. فاغنر المجموعة العسكرية التي تربت في كنف ورعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتمرد على صانعها وتعلن العصيان، بل وتتجه إلى موسكو في مشهد يذكر بسلسلة طويلة من المؤامرات والثورات والانقلابات في تاريخ روسيا. وعلى الرغم من انسحاب عناصر فاغنر وخروج زعيمها يفغيني بريغوجين من روسيا وإنهاء التمرد العسكري كما وصفته موسكو، إلا أن الحادثة برمتها تطرح أسئلة جوهرية بشأن صلابة الجبهة الداخلية الروسية ومدى وضوح التركيبة الأمنية والعسكرية وانسجامها مع الرؤية السياسية للنظام الروسي بوجه عام. فمنذ أن أطلق بريغوجين اتهاماته للمؤسسة العسكرية بالتقاعس عن دعم فاغنر في جبهات القتال في أوكرانيا، كانت المؤشرات تشي بالتوتر بين أقطاب المؤسسة العسكرية، بين داعم ورافض لتقوية هذه المجموعات وإعطائها سلطة تقدير الموقف في الميدان. لقد خص بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بهذه الاتهامات وصعد خطابه ليشمل لاحقاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل جبروته وعنفوانه، ووصل به الأمر إلى إطلاق خطابات لتأليب الرأي العام دون أن يحسب حساباً للعواقب بحسب خبراء للشؤون الروسية.
تقتضي التقاليد العسكرية أن تكون التراتبية بين الرئيس والمرؤوس من الصرامة، بحيث يكون رفض الأوامر بمثابة خيانة عظمى. والمؤسسة العسكرية الروسية ذات التقاليد القديمة والعريقة لن تكون استثناءً في ذلك. لذا فإن رفض المجموعات القتالية غير النظامية وتعاملها المشاغب وعدم الامتثال للأوامر شكل عامل تنافر بينها وبين المؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسة الأمنية، بالرغم من التزامها الصمت حيال ما تفعله مجموعة فاغنر وقائدها بريغوجين بحسب متابعين للشؤون العسكرية الروسية. الحل الوحيد الذي سعت إليه القيادات الروسية العسكرية هو إخضاع هذه الميليشيات إلى تراتبية الجيش النظامي، مع ما يعنيه ذلك من إلغاء لسلطة بريغوجين وخضوعه للضوابط والقوانين العسكرية. وبالفعل هذا ما حاولت وزارة الدفاع فعله عندما أعلنت في مطلع يونيو الحالي عن قرار مفاجئ يقضي بإدراج كافة القوات غير النظامية تحت سلطتها، وهذا بالنسبة لبريغوجين سيعني إنهاء مسيرته كقائد مستقل بميليشياته عن الدولة. بالنسبة لبوتين فقد تجاوز بريغوجين حد التابع ذي الحظوة عنده، وما تمرده العسكري سوى خيانة تستوجب الردع الحاسم بحسب مؤيدين للرئيس الروسي. وهنا ظهرت قوات الحرس الوطني كقوة تدخلية تلبي الردع والسرعة، وهي رصيد بوتين الذي يخبئه لمثل هذه المفاجآت كحرس رئاسي يحمي حكمه ونظامه. يتراوح عدد قوات الحرس الوطني الروسي ما بين 350 ألفاً و 400 ألف بقيادة الجنرال فيكتور زولوتوف، أحد أقرب المقربين إلى بوتين وتخضع لأوامره مباشرة. فهذه القوات المدربة من نخبة المقاتلين الروس كانت قد هيئت لقمع الاحتجاجات والعمليات المخلة بأمن الدولة، وبالتأكيد لضرب أي محاولة تمرد يكشفها الرئيس الروسي. مرة أخرى تنظر المؤسسة العسكرية بعين الريبة إلى هذه القوات التي ترى فيها بأنها قوة موازية للجيش، مع أنها شكلت طوق نجاة للرئيس بوتين كما بيّنت الأحداث الماضية، وتحول الحرس الوطني إلى المظلة العسكرية التي لجأ إليها بوتين بدلاً من المؤسسة العسكرية التي تعتمر في نفس قادتها مشاعر المرارة لتقديم الكيانات العسكرية شبه النظامية عليها مرة أخرى. معنا من وارسو الدكتورة مارزينا زاكوفسكا، الأستاذة في جامعة دراسات الحرب في وارسو. دكتورة، هل ما جرى من تمرد لمجموعة فاغنر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعكس كما رأى كثيرون صراعا داخل أجنحة الحكم في موسكو؟ نعم بالضبط، حسب كل التحليل لما حصل كان ثمة مفاجأة كبيرة من قبل فاغنر أو بسبب التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر، ومع الرئيس بوتين لا سيما في الجناحين السياسي والعسكري في الحرب أوكرانيا حيث سيتأثر ذلك. بين من ومن؟ تحدثت عن صراع بين الجناحين السياسي والعسكري، من بالضبط بين من يشتعل هذا الصراع بين قوسين؟ في الحقيقة إن المؤسسة العسكرية كانت في صدام أساسي مع مجموعة فاغنر، حيث أنها مرتزقة وليست جيشا نظاميا، ولكن في خلال النزاع في المرحلة الثانية من النزاع في 2022 المرتزقة أصبحت جزءا مهما للغاية من منظمة العسكرية للحرب. وفي الحقيقة
حوالي 25 ألف شخص انضموا إلى مجموعة فاغنر، وهذا رقم كبير، وتحولوا إلى قوة معتبرة ممكن استخدامها في أي بيئة لكي يتم تشغيلها في الحرب. وثمة قدرة على لهذه المجموعة على المضي قدما وعلى التحرك في أي بيئة. هذا من جهة. من جهة ثانية، في داخل المؤسسة العسكرية والعمليات العسكرية من الجانب الروسي كان ثمة نقطة تحول، وكان هذا من آثار الحالة، وحتى أنه كان ثمة مفاجآت وأمور مجهولة فيما حصل، و البعض رأى أن فاغنر قامت بعمل أو وزارة الدفاع قامت بعمل جيد بالاعتراف بمجموعة فاغنر، ومن حيث تقديم أيضا المعلومات للجناح السياسي. نعم، ولكن هناك بعض المقالات في الصحف الغربية تحدثت في الواقع دكتورة عن صراع داخل الأجهزة الأمنية أو بين بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، الحديث عن صراع ما بين جهاز الأمن الفيدرالي FBS والمخابرات UGR. هل هناك معلومات محددة بهذا الشأن أم أن هناك مبالغات في الواقع في الحديث عن صراع بين هذه الأجهزة الأمنية النافذة؟ ثمة معلومات تظهر واحد من الجنرالات الذين يعملون في أوكرانيا من الجنرالين للجيش الروسي، تظهر لنا المعلومات أنه تعرض لإصابة وكان يدبر لانقلاب ضد الرئيس بوتين. هذا من الممكن أن يحصل، ويجب أن نتذكر أن روسيا قتال روسيا مع أوكرانيا مستمر، وسيما مع الهجوم المضاد، وحتى الآن يجب أن تعيد روسيا تنظيم معداتها لكي تستمر في هذه الحرب الطويلة. وثانيا، كان ثمة نقص في تدريب الجيش حول كيفية استخدام هذه المعدات، لذلك أنا لست متفاجئة بمآل الأمور وأن يكون هذا النزاع في هذه الدائرة السياسية والعسكرية في روسيا. سأسألك بعد قليل عن تأثير هذا الصراع على حرب أوكرانيا، لكن برأيك هذا الصراع أو التنافس بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في موسكو كيف يمكن أن يتطور؟ أم لا، انتهى بانتهاء تمرد فاغنر؟ نعم، من الصعب أن نقول أنه كان تمرداً، كانت ثمة إمكانية لتمرد وحصلت، ولو كانت حصلت لكانت توقفت بالفعل، ولست متأكدة أنه سيكون من تمرد قريبا. الرئيس بوتين مدرك تماما أنه وبشدة وبقسوة سيسحق أي تمرد قد يحصل أو أي خلاف قد يحصل في الميدان السياسي أو العسكري، ومع ترحيله إلى بيلاروس مع جيشه، لذلك تقنيا ليس ثمة إمكانية لأن تتمكن هذه القوات من إسقاط حكومة بوتين وأن تتنظم وتقوم بتمرد. وهذا الفعل قد أقيم أصلا من قبل بريغوجين
بريغوجين، ولكن كان قريبا جدا كما نعرف من موسكو على بعد مئات الكيلومترات، وهي مسافة قليلة لدخول موسكو، ولكن أيضا توقف من قبل الجيش الروسي وتم إزالته من المنطقة والميدان العسكري والسياسي، وتم ترحيله أيضا إلى بيلاروس. وبإمكاننا أن نقول ليس نحن نتحدث عن جنود ولكن عن أشخاص في بيلاروس، ولكن في هذه المنطقة تم تنظيم نوع من الجيش. سيدة زاغورسكا، إذن أنت ألا ترين أن فلاديمير بوتين قد انتصر في هذه المواجهة وأنه خرج أقوى، أم لا العكس تماما؟ كان ضعيفا أو أكثر ضعفا في حينما كان التمرد مستمرا لأنه لم يكن يدري به، وهذا انعدام السيطرة الذي شهده على العملية التي كانت جارية وعلى الحرب الجارية في أوكرانيا، وهذا يظهر أنه ليس يتمتع بالسيطرة الكاملة على موارده العسكرية، لذلك هناك بدأ أضعف. ولكن النقاط التي بدأ فيها أقوى كانت عند السيطرة والاحتواء على التمرد، وهي عند عودة هذا التمرد إلى الوراء، وعندما عادت كل القوة والسيطرة إلى وسطه، ومع إعادة استلام زمام المعلومات والحرب. وأيضا بدأ أقوى حينما بيّن كيفية عمله في المفاوضات مع السيد بريغوجين، كما نعلم أن بريغوجين ليس بالجيش الكبير، وبعد هذا الجيش، أعني بريغوجين، انضم أصلا إلى الجيش الروسي، لذلك عرف كيفية المفاوضات، وحتى الآن لا نتمتع بهذا ال 25,000 جنديا المتحدون في فاغنر. ثمة انقسام حاصل في خضمه، ومن الصعب جدا أن يقوموا بالتمرد. نعم، سنرى تطور هذه الأمور. لكن سيدة زاغورسكا، هل ترين أنه بعد ما جرى وانتهاء هذا التمرد على الأقل حتى الآن، تأثير ذلك على حرب أوكرانيا، بمعنى هذا ما جرى سيدفع بوتين إلى تشديد الحرب في أوكرانيا والانخراط فيها أكثر فأكثر، أم على العكس ربما قد يدفع ما جرى إلى البحث عن حل تفاوضي ما؟ أعتقد أنه سيدرك أكثر خطوته المقبلة، وسيدرك أكثر التقنيات من أجله، حيث سيضطر إلى فرض سيطرة شخصية أكثر على الوضع في أوكرانيا، ولا أعتقد أنه سيذهب نحو أي نوع من التغيير في الاستراتيجية، ولا أعتقد أنه سيغير في عملياته، ولا أعتقد أيضا أنه سيذهب إلى المفاوضات. أعتقد أنه بمعرفتي بروسيا، أعتقد أنه سيكون ثمة قوة مركزية أكثر، وسيكون حذرا للغاية مع التخطيط للحركة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة مارزينا زاغورسكا، الأستاذة في جامعة دراسات الحرب بوارسو.